أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نستطيع التفريق بين الباء السببية والقسمية؟ وهل ننهى من يقولها ولا نسأله عن نيته خشية الوقوع في الشرك؟ السياق هو الذي يفصل ويفسر الباء، السياق الذي سيقت فيه الكلمة هو الذي يفسر. وإذا أردت أن تنهى تقول هذا أمر مجمل، الباء هذه مجملة وأخشى أنها قسمية والقسم لا يجوز، اترك هذا اللفظ. نعم.